مشاهدينا، وقبل أن نذهب إلى هذا الفاصل كما نتابع الآن هذه الصور مباشرة من البيت الأبيض، وهذه كلمة للرئيس جو بايدن. تمكن من تحقيق هذه الأمر للمستقبل. الشعب الأمريكي يقف إلى جانبهم، ونقف إلى جانب حلفائنا مع أوروبا واليابان والأماكن الأخرى لنتأكد من وصول المساعدات الأمنية والمالية والعسكرية، وسنتحدث عنها بتفصيل أكبر اليوم. سنستمر بتعزيز قدرة أوكرانيا للدفاع عن أنفسها، تحديدا فيما يتعلق بالدفاع الجوي، ولهذا سنوفر بطاريات باتريوت للصواريخ وندرب قواتهم لتتمكن من استخدامها بدقة أكبر. مع شركائنا سنتمكن أيضا من التعامل مع إجراءات الكرملين، وسنستمر في دعم مساعي أوكرانيا للحصول على السلم. الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الشعب الأوكراني العظيم، نقف معكم. وبالمناسبة لدينا شيء يحصل مرة واحدة، نختار رجل العام في مجلة تايمز. أنت رجل العام من وجهة النظر الأمريكية في مجلة تايمز، فنرحب بك السيد الرئيس. إنه لشرف عظيم لي أن أتواجد معكم هنا اليوم. أود أن أشكركم على هذه الدعوة، وأردت أن أحضر إلى هنا. السيد الرئيس يعرف أنني لم أتمكن من الحضور من قبل، أن الوضع كان صعب، والآن حضرت، والسبب في ذلك هو أننا سيطرنا على الموقف أولا بسبب دعمكم قبل أي شيء. وأفهم بأن لدينا مواضيع مهمة سنقوم بمناقشتها، هناك العديد من التحديات في أوكرانيا وأوروبا والعالم، ومن من قطاعات الطاقة والوضع في الميدان، ميدان المعركة. ولكن أنا أكن لكم كل التقدير من أعماق قلبي ومن قلوب جميع الأوكرانيين، من قوتنا وأمتنا القوية، كل تقديرنا لكم سيد الرئيس لدعمكم، ولأوروبا أيضا، لأن أوروبا والكثير من الدول الأوروبية ساعدتنا وما زالت تساعدنا، لأن الحرب لم تنتهي بعد. على أي حال، هذه تحت قيادتكم. شكرا لكم سيد الرئيس، شكرا جزيلا لكم. وبالتأكيد أود أن أشكر الكونغرس أيضا على الدعم، وشكرا من الشعب العادي، شعبنا العادي، إلى شعبكم، شعبنا البسيط، إلى شعبكم البسيط، الشعب الأمريكي. نحن نقدر ذلك تماما. أعتقد أنه من الصعب أن نفهم ما نقصده عندما نتحدث عن التقدير، ولكن يجب أن تشعروا ذلك من تلقاء نفسكم. شكرا جزيلا لكم، إنه شرف لي أن أكون معكم هنا اليوم. وبالأمس كنت في الدونباس وفي باخوم في شرق بلادنا، تعرفون تحديد بالتأكيد كل التفاصيل، وأجرينا الكثير من المحادثات الهاتفية. وأريد أن أعطيك شيئا، هناك شخص بطل في الجيش سألني أن أنقل كلمة إلى الرئيس بايدن. هو نقيب في الجيش، وهو شجاع جدا، وقال لي أن أعطيك، طلب مني أن أعطيك شيئا بالنيابة عنه، هذه الميدالية، ميدالية الشرف العسكرية، هذه منه. ولدي قائمة أيضا، ولدي رسالة عفوا باللغة الأوكرانية، وهي مترجمة، لم أقرأها حتى، هي لك. واسمه، ما هو اسمه؟ هل لدي اسمه حتى أرد عليه؟ نعم، اسمه مدون، بارلوم بافلون. نعم، أقدر ذلك تماما، وشكرا على كرمكم. قال أن العديد من
إخوانه أنقذوا من المنظومة التي أرسلتموها. لدينا تقليد أيضا أود أن أتحدث عنه، ابني الذي قاتل في العراق لديهم ما يعرف بالعملة أو التذكار العسكري، وسأتأكد من إرساله إليه. شكرا جزيلا، أشكره بالنيابة عني، أقدر هذا، يا له من شرف عظيم. شكرا جزيلا.